على مستوى الدولة ولكل أفراد المجتمع ولا يباشر عليها المجلس المحلي. لكن ولو كانت داخل حدودي الإدارية مثلا، ولو هذه إدارات سيادية مثلا، لو نأتي للكهرباء لا يستطيع المجلس المحلي طرابلس، هذه تابعة الشركة العامة للكهرباء، هي سيادية، لا يستطيع أي مجلس من المجالس في أي منطقة من المناطق التصرف فيها. لو نأتي على هذا الأمر، إذا فرع إدارة لمصرف في منطقة ما من المناطق، يجوز إذا مثلا المجلس المحلي بغى بنغازي أن يأتي للإدارة العامة، أحد الإدارات العامة اللي موجودة من المصارف في 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 بنغازي، وأن يجري عليها إجراءاتها واختصاصاتها. هذه سيادية تتبع الدولة، وهنالك من تتبع هيئات مستقلة لها ذمتها المالية، ولا يجوز للمجلس المحلي التصدي لها. المجلس المحلي هو عبارة عن إدارة مؤقتة لتسيير أزمة لحل مشاكل وخدمات المواطنين فقط. لا يملك. تمام. إذن بعد ما اتفقنا على معنى السيادية واختصاصات المجلس المحلي، خلينا نبدأ في الوثيقة الأخرى. طبعا السادة بمنفذ هذه، أعتقد قبلها في ترتيب معين وإلا على طول. يعني بخصوص تجاوز آخر. يعني تجاوز آخر بخصوص أزلام النظام. تمام. الناس المتسلقين واللي معتصمين في من أجلهم في بنغازي وفي ميدان الجزائر. سيدي، على سبيل المثال، السيد أمين مدير مكتب شؤون الأمانة في شعبية طرابلس سابقا، الشخص هذا يا سيدي كان يعني مكلف ب، معلش لحظة، اللي هو هذه 1/8 1/8 اللي هو كلف برئاسة، كلف ب ب الله اكبر، هو من كثرة المستندات بصراحة يعني يعني كلف بوضع جدول لمناوبة داخل الـ 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 داخل مبنى شعبية طرابلس سابقا، اللي هو من ابتداء من 1/8 الى نهاية 30/8. هذا قرار لشخص مش نذكره اسمه احنا طبعا، الشخص اللي هو مدير مكتب شؤون الأمانة طرابلس، هذا هو اللي محول محيلة الى مدير مكتب، باش نحطه على اسم. هذه طبعا رسالة يوم 1/8، هي وثيقة طبعا موجودة يوم 1/8، فيها إحالة طبعا الاسم انا ما نبيش نوضحه لأحد الأشخاص، مازال يشتغل يوم 1/8 مع شعبية طرابلس آنذاك. تمام. ويحول في تمام، احنا هذه صفة لسه ما نبوش نبينه. على كل حال، هذه وثيقة يوم 1/8، خلينا نشوف التاريخ، تشكيل غرفة نوبة داخل أمانة مؤتمر شعبية طرابلس سابقا، والغرض منها متابعة اللي هو ما يسمى بالمؤتمرات السابقة. هذا الشخص الآن شنو؟ نفس الشخص في 11/7 مداير يخاطب في المؤتمرات سابقا، ما سمي بالمؤتمرات، يخاطب فيهم، يعني على سبيل المثال هو إحالة باسم الأمانة مؤتمر شعبية. تمام. لكن هذا الشخص أعتقد هو إداري، يعني مجرد أنه شؤون لجنة وشؤون أمانة إداري سيدي، إداري في حالة، ما يمنعش أنه يكون معنا في الدورة. لا ممكن يكون في الجزء الأول، يعني معلش، هو إحنا إذا كانوا بنحاسبوا الناس كلها عندنا عدد لا بأس. ما هذه الوثيقة مثلا، هذا يسمى بالتحريض يا سيدي. لما ندير أنا وثيقة 15/8 بعد ما تم تحرير على ما أعتقد حتى غريان، والزاوية محررات، وطرابلس على خمس أيام هو يعني على أوبة الاستعداد لتحرير مدينتنا طرابلس، السيد يباشر في عمله ويحيل الى يخاطب في اشخاص في امناء مؤتمرات ويقول لي حاشي. شوفوا هذه حتى دي يعني تستاهل الناس. لا لا، اسماء تاع امناء المؤتمرات يعني ما فيش داعي لي. هذه فيها اسماء مؤتمرات. على كل حال، اعطيه الجزء، خلينا ناخذ الجزء. لا نقدر نعطيك الماده اللي محولها يعني. تمام. تقول لا، احنا حنخلو هذه بشان تشكيل غرفه رئيسيه لمتابعة الحشد الجماهيري، متابعة الحشد الجماهيري على مستوى شعبية طرابلس. هذه يوم الغرض، هذه يوم 15/8، والغرض من الحشد الجماهيري اللي هو الزحف على الجبل العربي بين قوسين لسفين اللي دار معمر لوضع فتنة بين اخوتنا الامازيغ والعرب في الجبل. تمام. هذا الشخص يباشر في عمله اللي عند يوم 15/8، وهذا الكلام، هذه المادة. ها يا سيدي، تقدر توريها للأستاذ المشاهدين. تمام. هي
تثبت الكلام هذا. هذا يوم 15/8 طبعا. هو صفته كانت مدير مكتب شؤون الامانه اللي هي توازي امين سر المجلس الان. تمام، يعني هو مازال يبشر في نفس الصفه. لا تو نجوا في كلامنا، هذه اللي هي الزحف لتطهير الجبل العربي من العصابات المسلحه وفق البرنامج المعد ومتابعه الغرفه الامنيه اللي هو يعني اشرف على تشكيلها السيد هذا. تمام ماشي كويس. السيد هذا في السابق في اعياد المقبور طاغيه اللي هو في اخر عيد كان في 2/9/2010 والحمد لله انه كان اخر عيد. السيد هذا مكلف هو واشخاص برئاسه اللجنه للعمل على التجهيزات والاعداد للاحتفالات داخل شعبيه طرابلس والى ذلك. تمام، هذا الشخص كان يشتغل داخل شعبيه طرابلس. للاسف تمام. الشخص هذا كلف بقرار من رئيس المجلس برقم 11 لسنه 2000. السيد هذا كلف بأمين سر المجلس، هذا هو نفس الشخص تم تكليفه أمين سر المجلس، وهذه الوثيقة اللي تقول إنه هو تم تكليفه طبعا بالاسم أمين سر المجلس. طيب ما هو راجل ممكن عنده خبرة باعتباره كان هل عقمت ليبيا؟ لا مش عقمت، باعتبار إنه هو راجل عنده خبرة وكان في ديوان الأمانة قبل ورجل في شؤون الأمانة وعارف التفاصيل. يا اخي والله مشكله هذا. رجعنا لمقوله ان يعني بترجعوا بينا لمقوله ان ليبيا مش ولاده. السيد هذا مكلف من قبل السيد رئيس المجلس بمهمه رسميه في تونس. تمام. بتاريخ 24/11 طبعا نفس الشخص اللي كان يشتغل في الامانه واللي كان شؤون الامانه او شنو كان اسمه مدير مكتب شؤون الأمانة. مدير مكتب شؤون الأمانة في شعبية طرابلس هو نفسه رئيس شؤون اللجنة في مجلس طرابلس. هذا السيد مر عليه مواطن قرارات المجلس سوا. أمين سر مجلس طرابلس المحلي بتسهيل إجراءات سفره إلى جمهورية تونس وذلك لغرض مهمة رسمية، نتمنى نعرف المهمة الرسمية شنو هي. السيد هذا مكل يعني مطلع على كل ما يخص المجلس من قرارات و شؤون اللجنة، يحضر في الاجتماعات. يحضر في الاجتماعات وهو اللي يخاطب السادة الوكلاء ويحول في القرارات. بل تعدى الموضوع اكثر من هذا. تمام، يعني ضمت لي حتى المحفوظات. باش ما نتجنوش على الراجل، احنا هذينا وثائق موجوده بامكان. تمام. حق الرد موجود زي ما قلنا، احنا مجرد ان نعرضه في مشاكل نعرضه في موجودات. خلينا نعرف الرد القانوني من السيد عمر الحباسي اللي قلنا على ان في تجاوزات ادبيه وقانونيه واخلاقيه وايضا تجاوزات ماليه واداريه مثل هذا الاجراء، كيف تبرروا انتم القانونيين؟ وينطوي على 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 مخالفات، جزء منها مخالفات إدارية وفي جزء منها هو تنكر لدماء الشهداء ولثورة هذا الشعب بالقطيعة مع النظام وأزلام. أنا عندما نفس القيادات التي كانت في الشعبية بما يسمى بالشعبية أنا الآن أعتمد عليها وأجعلها في نفس أماكنها وفي نفس مناصبها، لكن هو تغير شيء. مش منصب امين ولا سيدي أمين. سيدي هو يشرف على كل كبيره وصغيره في هذا المجلس ويعرف الشارده والوارده، وهو كان من ضمن المستندات انه يبلغ عن غياب ومنال للمؤتمرات واللجان الذين لم ياتوا للمناوبه في فتره الاحداث. كنا الشعب الليبي يتعاضد ويتضامن في العصيان المدني، فكان يبلغ عليهم ويشي بهم الى 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 السلطات الرسميه لتعاقبهم لانهم اهملوا ولانهم قاموا بعصيان مدني لصالح ثوره 17 فبراير، وهو من يشرف على الاحتفالات وهو من يدير هذا. هو ملم بشؤون العاصمه، يدير الحشود التي ستذهب للنظام لتطهير الجبل. تمام، اذا هو ملم بشؤون العاصمه، يعني معلش نستعين به في 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 امور الحياه الان. سيدي نستعين بالشخص النظيف الوطني الذي لا يحمل ولاءات للطاغية والإسلام. احنا ما نبوش ناخذ وقت كبير فيها، يعني هذه مجرد وثيقة أخرى تثبت بعض الأخطاء اللي يتجاوز فيها المجلس المحلي، ونتمنى أنه يرد علينا ويكون معنا في حلقة. نبدو في التجاوزات أستاذ عمر اللي قدمه لك سيد مصطفى واللي أنت أشرفت عليهم قانونا وطلعت عليهم وشفتهم، نتفضلوا نشرحهم بالوحدة ونتكلم عليه. أول التجاوزات الحقيقة هو تعدي في إساءة لاستعمال السلطة لرئيس مجلس
طرابلس المحلي على مصلحة سيادية وهي مصلحة الحج والعمرة. هذه الوثيقة رقم واحد. هذه الوثيقة رقم واحد بالإمكان عرضها. هذا السيد رئيس المجلس المحلي طرابلس مؤرخة في 13 سبتمبر 2011 قام بتشكيل مدير وأعضاء لمصلحة الحج والعمرة ليتولوا القيام بمهام الحج وعمل أعمال مصلحة الحج والعمرة. مصلحة الحج والعمرة كانت منشأة في وقت النظام السابق، وهي كانت هيئة مستقلة لها إدارتها، لها ذمتها المالية المستقلة، وهي سيادية. إذا قلنا بأن بانتهاء النظام هذه المصلحة ليس لها وجود أو يعاد تشكيلها، فإن المكلف والمعني بذلك هو المجلس الوطني الانتقالي باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد، أو لنقل رئيس المكتب التنفيذي في تلك الفترة. أما أن يأتي رئيس المجلس المحلي لطرابلس ويكلف هيئة لإدارة هذه المصلحة وهي مصلحة سيادية، فهو ما لا ينبغي له. وفي لكن هي وجودها ربما في العاصمة هو اللي خليه. لا سيدي نحن نرجع لنقول أن المؤسسات السيادية وذات الذمة المالية المستقلة سواء التي هي مستقلة بذاتها أم تبعيتها للإدارات العامة للدولة أو للوزارات، الآن لا يجوز لمجلس محلي مهمته فقط تسيير الخدمات اليومية أن يأتي ويعتدي على تجاوز إداري وقانوني. لا سيدي، هو وفق المادة 34 من قانون الجرائم الاقتصادية إساءة استعمال السلطة. تمام، نعم، نشوف الوثيقة اللي هذا المستند. هذا طبعا هذا بخصوص تدخل في السيادة العامة للدولة الليبية. نعم. وربما وقصاء أو تهميش للدولة الليبية، وربما هي مساعدة أيضا للدولة الليبية بحيث أنها تشتغل. لا سيدي، باعتبارنا وقت الحج قصير ولا بد من العمل. يعني سيدي، هذه مهمة الدولة وليست مهمة المجلس المحلي طرابلس. هذه الوزارات الإدارات السيادية مهمة الدولة، لا يجوز للمجلس المحلي طرابلس التدخل فيها. ناتي المستند رقم 2 أو قبل المستند رقم 2 أنا سأذهب إلى مستند الذي أتت به هذه المستندات، وهو المستند أنا حاولنا أن نختصر المستندات 150 مستند اختصرناها حسب الأهمية. المستندين رقم 16 في هذا المستند رقم 16 مخاطبة من رئيس المجلس المحلي طرابلس لشركتي لبيانا والمدار على أن يتم نشر مصج لكل المشتركين، على أن المشاكل اللي يفيدهم فيها مجلس طرابلس المحلي بأن كافة المشاكل المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 78 وملحقاتي لن تحل الا عن طريق المحاكم. تمام، اللي هو خلينا ناخذ الاجراء القانون رقم 4 ليش نص المشاكل. القانون رقم 4 في فتره زمن الطاغيه صدر هذا القانون وحرم الليبيين من مساكنهم الا المسكن الواحد. أما هي الزحف يعني اللي نعم هي ذكروا الليبيين اللي زحف كان الزحف على الممتلكات. نعم تمام. نعم. بعد الثورة 17 كان في طبعا في فورة عند الناس ان ترجع حقوقها. حتى قبل كانت حاول النظام السابق ان ان ان, أن يزين من حالته في الفترة الأخيرة، وانشا لجال التعويضات ومحاولة التصالح مع الملاك، اما بتعويضهم بالنسبة للعقارات التي تم تسجيلها لملاك اخرين او ترجيح رد هذه المساكن. تمام، في ناس الان حصلت تعويضات. نعم، بعضهم تحصل على تعويضات وبعضهم ما زالت قضاياهم من المحاكم، وهناك من تم فصل فيها قضاء. بعد ثورة 17 فبراير تحرق هناك لجم للناس وخوف في فترة وجود القذافي، لأنهم غير متيقنين من حتى من هذه الفسحة التي منحها. بمجرد انتصار ثورة 17 فبراير أصبح الملاك يتحركون لاسترجاع عقاراتهم. كان في حتى كان في استرجاع حتى بالقوه. نعم. ربما هو الاجراء سليم انه احنا نحن